ويا هلا اكيد بجميع الاحبه اللي ثبتون الموجه خلال هذا المساء. هالمره ان شاء الله راح يكون حديثنا وحوارنا عن مجال الترحال، الناس اللي تحب انها ترتحل في يعني ربوع السلطنه وحتى خارج السلطنه، وفي ناس فعلا ودها انها تخطو هذه الخطوه، ولكن بالنسبه لها خطوه وايد صعبه انها ترتحل خارج ارض السلطنه. اليوم ان شاء الله راح نتجول ويا هذه الرحلات كافه مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وائل اليعقوبي رحال عماني. وائل المسيك بالنور والخير. أهلا بالنور السرور، حياك الله. لو شوية تقرب من المايك وائل. أيوه أمورك طيبة. طيب وائل، بداية خلينا نتكلم عن البدايات، بدايتك في مجال الترحال. أحيانا الواحد لما يرتحل يعني يمكن يخلي في باله مسألة أنه ودي أبعد عن كل شيء وأكون مع صفو ذهني وغيره من هالأفكار اللي ممكن هو دائما يفكر فيها. أنت كوائل خبرنا عن البدايات وكيف يعني بديت هذه البداية. والله أنا بدايتي بدأت تقريبا 2017. أنا كنت من ما عندي هدف في موضوع الترحال ولا شيء، بس اللهم أني قابلت أخوي سعيد اللمبو سعيدي. هو رحال عماني قديم طبعا. ما مشهور بس ما شاء الله عليه أنه عليه رحلات كبيرة. هو اللي غير لي المود مالي من شيء لا شيء سوالي شيء. من 2017 بديت سافت أني أفكر في موضوع الترحال. أول رحلة بديتها فيها 2017 كانت يلي إلى صلالة. أول مرة أطلع فيها. من وين لوين؟ من عبري إلى صلالة. من عبري إلى صلالة. أيوة. خضت علي يوم كامل طريق، طبعا كان دراجة نفس الشيء صغيرة. أيوه. الدراجة اللي أنا أمتلكها كانت سبورت ما تنفع الترحال، خضت دراجة صغيرة. أيوه. ترحلت فيها. طيب يعني يمكن دائما أول رحلة يعني ما تكون بالنوع المثالي اللي يفترض أنها تكون، دائما تكون هي البدايات اللي فيها نوع من الأخطاء، فيها نوع من الصعوبات، نتكلم بعد على هذا الجانب. هو في البداية كانت أول شيء ما أعرف شيء عن الترحال. طلعت أنا كذا بس عندي هدف أني أطلع خلاص. أيوة. لأن ليش شفت فلان وغير لي الفكر اللي عندي أنا كامل، وقلت خلاص بطلع. وكان في ذاك الأيام في تجمع كان دراجين، كان جزاه الله خير أبو سالم رئيسنا نزوة بايكر. أيوة. يسوي فعاليات سنويا في صلالة. أيوة. وقررت أني أروح. وكان شجعني، كان في كان شباب رحالة يعني من كل دول الخليج والعالم، وقلت أنا أتعرف عليهم وكذي وأتعلم على موضوع الترحال أكثر. أيوه. وكما تقول خطفت على فيها المرحلة هذه ومشيت. حلو جميل. يعني صارت لي مشاكل في الرحلة لأنها أول مرة. أيوه. الثاني الدراجة كانت ما جاهزة وكذا، بس الحمد لله تغاضينا عليها وحلينا الموضوع. أنا أتوقع يمكن اللي ساعدك في أول مرة إنه كان في جروب كبير. أيوه. يعني مش فقط مثلا أنت أو مثلا شخص أو حتى شخصين، هني شوي الموضوع يختلف دائما، لكن لما يكون جروب تحس إنه في أحد جالس يسند الثاني. أيوة. إحنا كان يعني يساعدونا، كان الشباب جزا الله خير، يعني الشباب من نزوة بايكر كان مجهزين كل حاجة، يعني إذا كان في ناس ميكانيك أو في أي مشكلة تعطيلات. حلو. كان يساعدوا. أيوة. الفريق كامل موجود الفريق. أضاعت الدراجة من هناك، في أحد ترى جالس يصلح الدراجة. أيوة. كذا هي النظام. جميل. ستاند باي يعني. أيوة موجود ستاند. طيب خلينا نتكلم وائل عن رحلاتك. ما شاء الله يعني من بعد رحلة صلالة في رحلات أيضا موجودة معاك خارج السلطنة، وحين دائما يمكن يعني شوية نحس الرحلات اللي برا السلطنة فيها صعوبة نوعا ما، يعني خاصة إذا كانت بالدراجة. صحيح. أنا أول رحلة بديتها دولية كما تقولي دول الخليج. أيوة. 2018 ولفيت على كامل دول الخليج، منها الإمارات، السعودية، كان قطر مسكة ذيك الفترة، البحرين. أيوه. الكويت، ومن عرفت موضوع الترحال. يعني هذا سافة الخليج يمكن رحتها في السنة يمكن أسيها 3 مرات 4 مرات. ألف لهنا تعلمت، من بعدها سويت هدف إني إن شاء الله بيكون لي رحلة إلى أوروبا. حلو. نهاية 2018 خلاص حطيت الهدف إني إلى أوروبا. سنة ورا سنة إنها تكنسل الرحلة، يعني مجهز إنها من كل حاجة تكنسل بسبب الظروف المادية بصراحة. أيوه. أغيرها أروح إلى أماكن أقرب عشان أحل الجاب اللي عندي. أيوه. بس الحمد لله في 2019 كانت نفس الشيء، رحلة إلى أوروبا، بس ما صارت نصيب. تغيرت من رحلة إلى أوروبا إلى أفريقيا. أيوه. بس ما بالدراجة، بالسيارة. يعني كيف لما مثلا السيارة تشلونها معاكم إلى دول ثانية؟ والله طلعنا من مسقط إلى جدة دايركت. كنا السواقة تقريبا ما يقارب 30 ساعة متواصلة بدون توقف،
بسبب العبارة. أيوة. وصلنا إلى جدة وخلصنا إجراءاتنا وكل شيء وركبنا الباخرة إلى السودان. وكانت يعني الأمور شوية طيبة في البداية، بعدين صارتنا شوية مشاكل، بعدين انحلت المشاكل الحمد لله ومشت الأمور. أيوة. طيب دايما يعني الرحال اليوم وائل يواجه كثير من الصعوبات، مثل ما ذكرت قبل شوي لما يكون في أرض السلطنة شوية هاي يعني الموضوع راح يطبطب على قلبك انك انت في بلادك. أيوة. بتحصل في احد جالس يساعدك، بتتصل بفلان، فلان بيقول والله نعرف منطقة الفلاني في احد وامورك طيبة يعني كذا ولا كذا، انت واثق ان امورك طيبة. صحيح. ولكن لما تكون خارج السلطنة شوي الموضوع بيختلف. نتكلم عن المواقف اللي مريتوا فيها، الصعوبات، شيء كذا يعني تستحضره في هذه اللحظة. والله في واجد صعوبات، يعني من أحد الصعوبات في رحلتي هي أكثر المشاكل اللي صارت عندي في رحلة أفريقيا. الهجوم المسلح اللي صار عندي. نفس الشيء الهجوم مجموعة سكارة اللي كان يهجموا علينا بالسكاكين. نفس الشيء الصعوبات اللي صارت في أوروبا في إيران. أيوة. لأنه الإيران شوارعها شوية تعبانة، الدراجات يعني صارت إنهن يتكسران. أيوة. بسبب سوء الشوارع اللي نعم. عندهم. أيوة. ونفس الشيء سويت في مشكلة عندي في سويسرا، سويت حادث. بس الحمد لله كما تقول المجتمع الدراجين عائلة واحدة. أيوة. يعني ما شرط إنه أنا فلان أعرفه أو لا، بس خلاص هو إذا كان إنسان يسوق دراجة يعتبر إحنا إخوان. أيوة. هذا يعني وين بالضبط؟ في أي مكان في العالم. يعني مجتمع الدراجين أفضل عن مجتمع السيائر. أيوة. لأن أنا الحالتين يعني أنا في مجتمع السيائر ومجتمع الدراجين، بس شفت مجتمع الدراجين مجتمع مترابط، ما مهم عنده الجنسية، ما مهم عنده الدين، ما عنده أي شيء. أهم حاجة أنت تسوق دراجة، أنا أسوق دراجة نفسك، يكون هو يساعدنا. يعني مثل في سويسرا سويت الحادث ما لقيت أن حد يساعدنا، مشينا. بس بعدين بعد فترة كان دخل علينا الليل عاد، جاء شخص وقفنا قال سلامات وش فيكم؟ قلنا نحن كذا كذا عندنا مشكلة، سوينا حادث وباين نصلح يعني الدراجة وكذا. قال أوكي. آخر شيء تبين أن الشخص بطل، كان عنده فان ونزل الأغراض ويحاول يساعدنا ويصلحنا. وآخر شيء قاس يخبرنا نتعرف، هو يتكلم قليل يعني إنجليزية، يجلس يعرفنا عليه، طلع انه هو صاحب دراجة متسابق موتر كروس. ما شاء الله. أيوة. سبحان الله، وصدف اللي جمعتكم ويا بعض. أيوة كذا سبحان الله. يعني في اي مكان، يعني مثلا في النرويج نفس الشيء صار عندنا حادث عند اخوي منذر. نفس الشيء، كنت انا موقف الدراجة مالي في الباركينات مال المستشفى، مستشفى الجامعة عندهم هناك. أيوة. في النرويج في الباركينات، ما مال السيارات، باركينات مال دراجات الهوائية. ايوه دراجة، لان كان بسرعة وقفت انا الدراجة. فيها الحساب مال الدراجة يعني حساباتي، وهذا بعد شوية اتصل بواحد لا يتكلم إنجليزي، ما يتكلم، بس يقول لي أنا ما أتكلم إنجليزي بس أنا بايكري كماك. أيوة. شفت دراجتك، هل فيك شيء؟ يطمن علي. أيوة. قلت له لا الحمد لله، بس زميلي مسوي حادث وقاسين نحل الموضوع. أموركم طيبة يعني؟ أمورنا طيبة، وجلس معانا وعزمنا في بيته وحالته حاله. يعني يعني اللي هين قبل شوية بعده راسل اللي هو ما شاء الله. سبحان الله. عيلزم على إنه يتابع. أيوة يتابع هو. إذا بيفهمنا يعني. لا هو إنجليزي ماشي سلامتك، بس العربي. شوي شوي ولا عربي. بس هو لأنه رحال ويفهم شوية الكلمات. أيوة. العربية. يعني كما تقول يلقطهم يحبوا، خاصة إذا كان راح دول عربية، هو أكثر شيء راح شرق آسيا. أيوة. ويحب يعني إن شاء الله بقريب قال لي بيزور عمان بإذن الله. جميل جميل. أيوة. تعرف أيضا العادات العمانية اللي موجودة معنا. أيوة. وين بتشل في عمان؟ وين الخطة؟ والله الخطة أنا أهم حاجة عندنا الجبال، هم أهم حاجة عندهم الجبال. أيوة. والصحاري، الجبل الأخضر، جبل شمس، الجبل الأخضر، جبل شمس عندك. طبعا أنا دائما عندي رحالة نفس الشيء، كان جايين من سويسرا سكنتهم في وادي ضم. جلسنا ليلة مع بعض هناك، نفس الشيء هو زوجته في ستيفن ومنولة، وجلسنا هناك وعجبتهم. يعني كان أصلا هذا تعرفت عليهم في إيران، وما كان شيء خطة عندهم إنه يجي عمان، كان سيدة جايين طالعين من إيران إلى الإمارات. أيوة. الإمارات السعودية. أيوة. ومن السعودية عاد يروحوا وما يدخلوا الأردن. قلت لهم تعال عمان، ما بتندموا إن شاء الله. وسووا من ضمن الخطة عمان وما ندموا، جلسوا هم كانوا مخططين جلسوا أسبوعين، من أسبوعين جلسوا شهر كامل. ما شاء الله. أنا سويت لهم خطة إنهم يروحوا صلالة، وكان أيام خريف حتى هم. قلت لهم تعال، يعني كل شيء أعطيتهم بالموعد. أيوة. ومشوا على الجدول مالي مستانس واجد، ولين بعدهم متواصلين يعني حتى. جميل. اليوم راسلين يقول خلاص احنا استقرينا في سويسرا
وعاد إلى بيتهم الجديد. جميل، تغيرت الخطة بجمعها يعني بكملها وائل يعني. يمكن هم ما حاطين الصورة النمطية عن عمان والجماليات اللي موجودة ويانا في السلطنة، فعشان كذي يمكن ما كان ضمن الخطة إنه والله أنا بروح عمان، عمان وش فيها أساسا؟ يمكن ما عندهم الخلفية. ترى هاي وهذه المشكلة إنهم ما عندهم خلفية. والشيء الثاني كما تقول السوشيال ميديا، إحنا في عمان الجانب قليل يجي يزوروا، بس في رحالة كثيرة يجوا وينشرهم، بس على الناس اللي مطلعين. يعني مثلا أنا في النرويج تصادفت في مكان عند نورث كاب متسابقة الرالي فرنسية، أول ما شافت اللايحة جت وحضنتني وسلمت وقست صفق لي، قلت لها خير؟ أنا يعني حسب فيها شيء يعني تعرفنا لحقا. قالت أنا أحب عمان واجد، ولاني واجد كنت اجي السعوديه واسمع عن عمان وكذا ومتطلعه واجد. قلت له حياك تعال، وخذينا ارقام بعض وقدمت لها دعوه انها تجي في عمان. جميل، نشوف ان شاء الله حسنا الايام القادمه تجي باذن الله تعالى. طيب وائل، على الرحلات اللي انت قمت فيها، يعني خلينا نتكلم على اطار خارج السلطنه. دائما نشوف انه خارج السلطنه يا ان شيئين، يا ان الشعب يعرف عمان ويرحبوا بالعمانيين، يا انه ما يعرف عمان. والله هم أكثريتهم ما يعرف عمان، بس هو في الخليج كامل ما حد يعرف غيره، بس اللهم يعرفوا دبي. دبي والحين السعودية طالع صيتها. أما بس إنه الحين نقولهم لا، إحنا يوم نجلسوا مع الشباب من وين أنتم، نقولهم من عمان. وين عمان؟ قلناهم ما رحنا جيران دبي. أول حاجة وطلع لهم الخريطة وراويهم الأماكن وراويهم الفيديوهات مالي أنا اللي أنا مصورنها، ما من الإنترنت. اللي أنا مصورنها يعني الحمد لله أنا كلها عمان دايرنها، لأن سنويا أسوي يمكن رحلتين أو ثلاث داخل عمان بس. راويهم للطبيعة والصحراء والأي شيء اللي أنا أعرفهم، هم خضار ما يحبوا، هم يريدوا الصحراء. هم يريدوا الصحراء، يريدوا الجبال، يريدوا القلاع، وهذا راويهم يستعجبوا. وشيء منهم ياخذ ارقامنا، في ناس يعني تاخذ ارقامنا نقول ان شاء الله احنا بنجي، وفي ناس متواصله معي للحين يعني. جميل هذا افضل حاجه اني في الترحال انه تعرف على ناس، وفي ناس انه يتقبلوا انه يزوروك. وطبعا هذا احنا نرحب بهم معهم. حتى هذا يوم لقيتهم هذا السويسريين في ايران، جلست افهمهم اقول لهم ترى احنا في الخليج لما انت تدخل يعني تدخل الحدود خلاص ما كما نظام الاوروبا، نعتبرك واحد من اهلنا. قلت لهم شوفوا يعني انتم تعالوا قربوا، قلت لهم ما لاني انا يمكن تعرفت عليكم، خلوني انا بعطيكم خطه وانتم امشوا على الخطه وشوفوا الشعب العماني وشوفوا الشعب الاماراتي وشوفوا الشعب السعودي. وصدق يعني انبهروا من هذا الاشياء، انه اللي يعزم عليهم اللي يضيفهم في بيتهم، هم يعني هم ما محتاجين هذا الاشياء، بس مستغربين من هذا الشيء. واللي يلبسهم اللبس التقليدي أنا أول ما وصلوا عمان دعيتهم على كبسة، نص ما ذا كبسة شواء. أيوة ما خليتهم يأكلوا بالمعالق، خليتهم يأكلوا بيديهم. أيوة قالوا أول مرة إحنا نجرب هذا الشيء. قلت لهم أيوة هذا عادات نحن وتقاليدنا، إن الشخص يوم يجي عندنا إحنا نعتبره واحد من أهلنا. جميل أمانة، هذا الكرم اللي يمكن يعني عهدناه من أرض الخليج بأكمله، يعني السعودية، الإمارات، دبي، الكويت، قطر، البحرين، عمان. هذا الكرم اللي فعلا يعني معروف على مستوى، مش فقط مستوى العربي ولكن على مستوى العالم كله. طيب وائل، نرجع شوية إلى رحلات اللي أنت قمت فيها، يمكن نتكلم عن سير خطة أنت قمت فيها وما نسيتها نهائيا، يعني رحلة أنت قمت فيها يعني تعتبرها من أجمل رحلات حياتك. والله رحلتي لراس الشمال النرويج، نورث كاب أعلى نقطة في الشمال في النرويج. طبعا من بعد هذا النقطة القطب الشمالي. وكان السنة الماضية قطعت فيها 25,000 كيلو. ما شاء الله. وكانت من أصعب الرحلات بصراحة، من أمتع الرحلات ومن أصعب الرحلات. لأنه واجهت فيها واجد مصاعب. من ضمن المصاعب الأمطار، البرد الكارس لدرجة أنه تجمدت يدي وزرقت يعني شبه ميتة كانت. بسبب البرد والمطر والهواء، ونفس الشيء كان الهواء واجد شديد يعني معروفة في نورث كاب خلاص من دخل شمال النرويج الهواء واجد شديد. وإحنا بسبب أنه دراجات عكس عن السيارات، لأنه كل شيء إحنا يضربنا يعني مواجهنا في كل حاجة. لدرجة أنه الإطارات الدراجة متاكات من جهه واحده، لانه كنا حتى في وقت السواقه نسوق شكل كروس. ايوه يعني مايل الدراجه كانت امشي تقريبا ما يقارب مشيت 3000 كيلو الدراجه كذي ماشيه. يلا وحتى موجودات عندي صور انه
التواير وحتى التاير انا غيرته بس جبته وياي معي ذكرى. ايوه لازم ضروري بعد ذيك الرحله. ايوه جبته ذكرى معي لانه ليش اول مره اشوف يعني لدرجه انه متاكل التاير من جهه واحده بس من جهه اليسار متاكل التاير. بس سياراتهم هناك كيف لما يسوقون سيارات دراجات ولا ما معتمدين عليها ابدا؟ هم يعني كأوروبي عادي هم عايشين عيشتهم عادية بس كإحنا خليجيين ما متعودين على الأشياء. شوي صعب علينا الموضوع والسافة الدراجات شوي صعب علينا يعني بالسيارة بتكون موضوع سهل يعني في شباب تدخل داخل تدفي. أيوة أما لا إحنا بالدراجة إحنا مكشوفين مكشوفين على كل حاجة مطر يضربنا الهواء البرد كل شيء حتى لو إحنا لابسين ملابس يعني إحنا ملابسنا الفول سيفتي يعني لدرجة أنا لابس 7 جاكيتات ما فايدني ولا أيوة 7 يا الله عاد تعرف المفترض يعني أنا أحس إن قبل لا تصير يعني يفترض إنك تعرف البرد اللي هناك اللي موجود. عارفين ومتجهز يعني كويس اللي متجهزين بس شيء فوق فوق. أيوة 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 فوق المتصور. ليش؟ لأنه واصلين إحنا على المنطقة قريب من القطب الشمالي يعني عن القطب الشمالي 300 كيلو. أيوة. باقي. جميل جميل لكن تجربة في النهاية والحمد لله على السلامة يعني تعرف ليش لأن دائما يمكن نشوف بعض الصور اللي يعني اللي يتعرض لها البعض بسبب يعني قسوة البرد اللي موجود هناك فالفعل واحد لما يرجع هو بخير وسلامة هذا أهم حاجة. الحمد لله أنا أول ما وصلت رأس الشمال أول ما سويته سقيت الشكر لأن اللي شفته بصراحة كان وقت صعب. الناس قاسة تشوفني وش أسوي أنا قلت انتم ما تعرفوا هذا الشيء خلونا نحن في هيو في شخص واحد بولندي لاقاني نفس الشيء يوم شاف الرقم رقم يعني عربي وهذا قال لي من وين قاعد نتكلم قلت له من عمان صراحة قاعد يصفق لي قال لي انت جاي من عمان قلت له ايوه جاي من عمان الحين انا ماشي 17000 كيلو لين وصلت لهذه النقطه ايوه قال لي صراحه احييك وجلس وخذينا ارقام بعض وكل شيء وصورنا مع بعض احنا في طبعا هذا راس الشمال كما تقولي هو معلم على شكل كرة الأرض كرة الأرض مقسم كرة الأرض هو هناك موجود طبعا كل العالم لازم يروح يصور هذه النقطة لأن خلاص من بعد هذه النقطة هذه النقطة ما يغيب فيها الشمس يعني طول السنة الشمس عندك الشمس إذا غابت تغيب ما 10 دقائق يمكن أو مثلا بعد ما أنها تغيب ظلام لا تنزل وتطلع سبحان الله أيوة تقريبا مرت علي هذه المنطقة. طيب وائل خلينا نتكلم عن الأصدقاء أو الصحبة دائما في أي رحلة لازم تنتقي أصدقائك أهم حاجة هذا لازم الصاحب هو اللي طبعا من النوع اللي يعرفون الشباب ما أحب المجموعات الكبيرة يعني أنا في الرحلات أنا أخذ شخص واحد أو شخصين بالكثير أنا 3 أشخاص نكون متفاهمين أكثر عن 3 أشخاص أنا أعتبر الرحلة فاشلة لأن هي تغير كل واحد يبي يسوي شيء ثاني يعني أنا ممكن كما تقول 2018 طلعت مع 11 شخص ما اتفقنا على حاجة أبداً. أنا خذيت قرار من هذيك اليوم إني ما أطلع مع مجموعة. هي في رحلة أفريقيا ولا لا؟ لا 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 رحلة الخليج. الخليج. 2018. 2019 كانت رحلة أفريقيا. بعدك كسرت القاعدة ورحت مع 3 أشخاص. أيوة. روحت مع 5 كنا إحنا. خمسة. بس لأنه إحنا كنا سيائر. في رحلة أفريقيا. أيوة. بس من بعدها لا أي رحلة عندي الحمد لله الله رازقني في شخص واحد عندي من عمان أبو هنادي. ونفس الشيء واحد ابو سالم من الامارات انا وياهم بس اللي نطلع ايوه في الخليج 3 أشخاص 3 أشخاص احنا يعني متفقين خلاص حتى ننام في الارض ناكل حصى ما عندنا اي مشكله ما حد يقول لا انا ما احب هذا او شيء لا لا ما عندنا اي حاجه ترى هذا اهم شيء ايوه اما في عمان هني ما مشكله انا اطلع وياهم يعني مثلا اذا الشباب بيروحوا صلاله وكذي اطلع مع الشباب بس ما اروح وياهم في الطريق الطريق اروح يا وحدي يا اروح مع شخصين بس ايوه نلتقي هناك. هناك في صلالة هذا نظامي ايوه او انه الحين تو انا احاول ان اخر رحلتي من صلالة خاصة اخرها لهين موسم الصرب ايوه يجوا معي اصحابي من الكويت او من السعودية نطلع بس نفس الشيء يكون 3 أشخاص ايوه يعني ما يزيد العدد اتوقع خلاص انت منقرص من ذا الموضوع ايوه خلاص معك تجربة سابقة في مسألة اللي هو تعداد الأشخاص وكثرتهم في الرحلات وانا اتفق على فكرة يعني أنا لما يكون وايد أشخاص والله هذا يعني يعترض على موضوع معين وهذاك يوافق بتشوف إنه يعني ما جالسين تروحون على رأي واحد بيزعل واحد بيتضايق واحد بيعصب واحد فالرحلة بتضيع نكت الرحلة بتضيع أساسا ترى هذا اللي يصير هو دائما الاختلاف الآراء هذا اللي تصير مشكلة اللي عندنا احنا ايوه في الموضوع عدد المسمات الترحال فيها نعم طيب وائل خلينا شويه نتكلم ايضا عن مساله اللي هي الرحلات والترحال والصعوبات اللي ممكن والتحديات اللي الواحد انه يواجهها يمكن مساله صعوبات ترى وايد مهم انه
لما تسافر شوي الوضع يختلف، يتغير فيك أنت يعني بداية في مثلا سير الرحلة، لما فجأة تتغير الرحلة ما تكون مثل ما أنت تريدها، ما مثل ما أنت متوقع أنها تمر، الدولة تشوف مثلا أشخاص جديدين ما أنت تعرفهم نهائيا، الثقافة غير، اللغة غير، لغة التواصل من بينكم أحيانا تكون معدومة. فوايد أنا أشوفها من ضمن الأشياء اللي البعض شوي يستصعبها وفيها نوع من الصعوبات. نتكلم عن هذا الموضوع بالذات والصعوبات اللي انت مريتها في هذا المجال. والله في هذه النقطة أنا في 2021 صارت عندي مشاكل في إيران بسبب أول موضوع الدراجات عندهم، هم قانون من 250 سي سي، وحين دراجاتنا فوق 1000 سي سي، ما يرضوا يدخل واحد، وسببنا هذا مشاكل. وش سويت؟ اضطرينا نشحن دراجات من حدود بندر عباس إلى حدود تركيا، وكلفنا مبالغ أكثر. هذا طبعا موضوع خارج السيطرة صار عندنا، يعني بسبب أنه شوية القوانين عندهم. في بعدين نطلع في أماكن ثانية، يعني مثلا كنا رايحين طريق فلحظة نغير طريق ثاني، أو مثلا في رحلة 2021 هي نفس الرحلة لأن كان وقت كورونا، كان لازم نتبع القوانين مال كورونا ذاك الزمان، وقت تعبنا كنا ممكن في اليوم نغير 1000 طريق. يعني نقول مثلا احنا بنطلع من تركيا إلى بلغاريا، لا لا اليوم ما بنروح بلغاريا، بنظل أكثر في تركيا عشان احنا نكون منطقة خضراء. ايوه عشان ايش ما يأخرونا في موضوع الدخول إلى بلغاريا. صرنا مرة ثانية نفس الكلام، دخلنا بلغاريا لازم نحسب إن ما ندخل منطقة من مناطق النقطة الخضراء الحمراء. ليش؟ لأن هذه ضرنا ندخل دولة ثانية. لأن احنا كان هدفنا إن نوصل نورث كاب بأي طريقة. كنا نحاتي في هذا الموضوع ونغير الخطط. والحلو إنه كان ذيك الفترة في واحد عشان كانت عندي أجازة، كنا ما مشكلة يعني سافة التغيير هذه. مشينها. أما الحين في السنوات الأخيرة والسنة الماضية وهذا السنة ما قدرت صراحة، يعني مرتبط مرة بالوقت وبالخطة. أحاول أني مرات يعني من أحد الأشياء اللي صارت لي السنة الماضية أني كنت أريد أدش العراق، جلست 3 أيام في هنغاريا ما قدرت أدش العراق لأنه ما عندي فيزا. فيزة العراق حاولت أني تواصلت عند السفارة، تواصلت عند كل حد، ما شفايدة، قال لازم يا أنك ترجع عمان. وأنا نفسي خلاص ما باقي عندي غير بس أسبوع 10 أيام إجازة، أجازة لازم إني أرجع عمان. بس على آخر شيء وش قلت؟ خلاص إني بطلع من هنغاريا إلى إسطنبول، من إسطنبول إلى إيران بسرعة بسرعة. وتغيرت الخطة؟ غيرت الخطة، ضغطت على نفسي. يعني يمكن أطول الوقت سكت فيه يمكن 16 ساعة متواصلة بدون توقف. كانت واجد متعبة، 1700 كيلو مشيتها متواصلة عشان بس اني ما اتاخر على موعد اجازتي. ايوه عاد هني شوي الموضوع يعني صعب، انت متعلق يعني بالوقت بالضبط. طيب خلينا نتكلم عن رحلتك الاخيره اللي في تركيا بالتحديد، كيف كانت الاماكن اللي زرتها؟ والله الرحله مال تركيا كانت من اروع الرحل، بحكم اني شويه شعبنا فيها تركيا، ما رحنا الاماكن اللي كانوا فيها السواح العرب او السواح عادة اللي يروح كل السواح المشهورة، المناطق المشهورة. احنا لا، غيرنا شوية الروتين، روحنا المناطق اللي ما يروحوها العرب، مثلا اللي يروحها الاتراك. يعني كنت ادخل مواقع الاتراك، ادور على المواقع مالهم. طبعا معظم المواقع اللي احنا زرناها كانت جنوب تركيا، جنوب تركيا ما حد يروحها. صراحة كانت واجد جميلة، بس كان تعبنا في الحرارة، أحر عن عمان أو الخليج. كانت عن درجة الحرارة 42 بس كانت حرارة واجد. أيوة. كم يوم جلستوا هناك؟ شهر كامل. شهر كامل في جنوب تركيا؟ لا لا، كامل في تركيا شهر كامل. شهر كامل في تركيا. طلعنا يعني من عمان تاريخ 23/7، راجع تاريخ 23/8. أيوة. يعني شهر كامل ما شاء الله في تركيا كامل. أيوة. أيوة. من عمان دخلنا إيران، من إيران تركيا، من تركيا مرة ثانية. أيوة. إيران عمان. أيوة. طيب خلينا نتكلم، بما أنه ما شاء الله يعني هي عبارة عن مدة يعني شبهنا طويلة في منطقة محددة، فنتكلم شوي وائل عن يعني يمكن الفيديوهات اللي انتشرت عن تركيا والناس اللي كانت تنتقد تركيا والسكان أهل تركيا، فهل مثلا صادفت مثل هذه المواقف أنت شخصيا؟ أنا شخصيا ما صارت لي هذه المواقف، يعني الحمد لله. كان حتى الترحيب في أحد المواقف، يعني أنا أعتبرها شيء زين، في منطقة اسمها فان على بحيرة وان،
ما شاء الله بحيرة كبيرة تقريبا 3000 كيلو متر مساحة البحيرة. المنتزه اللي كنا احنا رايحين نخيم فيه كان طول 3 كيلو يعني من كبره، وكان كامل متجهز من كل حاجة. وقفنا أنا صاحبي عارف وعشان نخيم. بعد كذي بعد نص ساعة بالضبط في شرطة جه، احنا كنا خلاص تبي يخالفنا. اول ما وصل عندنا انتوا اصحاب دراك؟ قلنا لا احنا اصحاب دراكات، ما كنا حتى لبس سيفتي ما فاسخين ولا شيء، بس قاعدين ننتظر نشوف الوضع كيف. لانه اذا كان لنا نعرف انه ممنوع التخييم. ايوه. قال لي لا، اول قال انتوا اصحاب دراك؟ قلنا لا ايوه احنا اصحاب دراك. قال اوكي انتوا بتناموا هنا؟ قلنا لا ايوه بننام هنا، احنا بنخيم هنا. قال اوكي ما في مشكله، احنا عشان جينا نشيك عليكم نطمن عليكم كل شويه. الله جزاك الله خير. وكملنا رمستنا هناك وجو ناس وتعرفنا على ناس إيرانيين. طبعا هذه المنطقة معظم سواحة إيرانية لأنها أيوة. قريبة على حدود إيران. جميل. والمناطق الثانية الحمد لله ما صارنا بشيء. يمكن هذه المشاكل اللي صايرات في اسطنبول بسبب الاختلاط اللي أنا أشوفه يعني. أيوة. وجهة نظري بسبب الاختلاط هذا اللي يصير في اسطنبول. أيوة اللي هي يمكن الكثافة السكانية الكبيرة اللي موجودة هناك، يمكن افتعال بعض المشكلات اللي يعني تصير نوع من الضجة، وما شاء الله الكاميرات موجودة والانتشار يكون يعني يعني ناس إنه بس يشوفوا بالكاميرات يعني إنه نشوف في المصمودة في الانستغرام أو في الواتساب، بس ما نعرف القصص بالضبط الخلفية وراء هذا الموضوع. بالضبط. في ناس تهول الموضوع، في ناس لا تعطيش الحقيقة، بس في يعني اللي بس انتشار كبير، لكن يعني في أكثر من مقطع. أنا أعتبره هذا أعتبره هجوم، بس هو اللي شفته أنا اللي جاني هناك يعني اللي أنا شفته قدام عيني ما صار لي هذا المشاكل كشخصية يعني كمامون. ليش؟ لأني أنا ما جالس يوم أو يومين، أنا جلست تقريبا يقارب 3 أسابيع في من منطقة لمنطقة، وكل واحد يرحبني واللي يعزم واللي حالته حال. ما عدا صاحب صراحة في إسطنبول اضطرينا احنا ناخذ فنادق في إسطنبول يعني لأنه ما في أماكن حتى خيمة وهذا كذا، تفادين عن المشاكل بعد في نفس الوقت. بس إسطنبول ما جلسنا فيه غير ليلة واحدة وطلعنا يعني نبعد عن إسطنبول يعني تبعدي 300 كيلو خلاص أموش طيبة. يعني مثلا احنا رحنا منطقة اسمها بولو على بحيرة أباد، صراحة مكان واجد جميل، وأحلى حاجة إنه ما فيها عرب قليل يعني العرب يعني يمكن السعوديين شوي والكويتيين. مكان جدا جميل وهادي وهذا، وحتى خيم وكل شيء يعني مجهز. وفي يعني الأتراك بالهبل يعني السواح مالها الأتراك. أكثر شيء جميل. طيب وائل، يمكن اللي يعني يسمعنا حاليا جالس يفكر ويتساءل كيف إن دراجة ممكن يكون فيها كل شيء. والله الدراجة فيها كل شيء. يعني ما شاء الله أتوقع عدة المطبخ فيها، عدة النوم موجودة، عدة هذا، فكيف تقدر أنك أنت تجهز هذا كله؟ والله شوف إحنا عشان نوصل لهذا المرحلة أنا كل مش عن نفسي شخصيا صرت إني أشتري أغراض في أشياء يعني كما أقولش عندي سافة الخيام عشان أوصل المطلوب. يمكن اشتريت فوق 10 أو 20 خيمة إن شاء الله. أيوة بس عشان أوصل المطلوب اللي أنا ويش القياس أو الحجم، القياس الحجم الخفة الراحة لازم يعني عدة الطبخ عدة كل شيء. يعني أنا عندي شنطة كذا كبرها يمكن 30 في 30 فيها كل شيء، مو تبي فيها كل حاجة حال 3 أشخاص، حق الشاي حق العيش حق معرفش كل شيء فيها. يعني طبخنا شاهينا قهوتنا كل حاجة في موجود في هذه الشنطة. كل حاجة من بهارات من أي حاجة كل شيء موجود فيها. يعني الأشياء اللي تشلوها معاكم اللي هي عدة النوم كامل، عدة المطبخ كامل، إيش بعد؟ التول السبير بارت. طبعا عدة الطبخ هي كامل، التخييم والفرش نفس الشيء، والكرسي نفس الشيء موجود. هذه العدة كامل. عدة الدراجة وتشيلها وين ما تروح موجود، ترى البوكس كما يقول البوكس اليسار اللي عندي انا بوكس حق التخييم والطبخ. البوكس اليمين حق الاكل اللي نشتريه مثل الخضروات وهذا نشتريه من الشارع نخزن فيه على اساس انه ما يضيع. عندي نفس الشيء التول السباين والسكاري وهذا او سبير بارت القطع غيار مع الدراجه في اشياء، نفس الشيء سافه الكمبريسر لازم يكون موجود عندنا. واهم حاجه عندنا احنا في الدراجات كيبل تايت. هذا مهم عندنا جدا. عين احنا بس لو يقولون رايحين من هني لين هناك بس يوم واحد تشوف ان الدبه مليانه اغراض. لا احنا خلاص طول عده ما اعرف شو. لانه شوف احنا لازم نقيس في الموضوع يعني الشحن، كل ما احنا شحننا الوزن في الدراجه
كان صعب على الدراجة لأن إحنا ما رايحين مسافة قريبة، صح، مسافة بعيدة. الشيء الثاني الشوارع ما كلهن زينة. أيوة. إحنا في الخليج إحنا متعودين عادي، بس لما تطلعي خارج الخليج لا، الشوارع متكسرة. أيوة. يعني أنت نسمع أوروبا، أوروبا ترى شوارع أوروبا، اللي أنا أتكلمك على الشوارع الداخلية في أوروبا متكسرة. في شوارع جميلة صح، في شارع أنا من نظام الرحلات مالي ما أروح شوارع السريعة، كل الشوارع الداخلية. أيوة. عشان أستمتع أكثر فيها. كيف تحس مقارنة بشوارع السلطنة؟ طبعا احنا كامل الخليج غير عن شوارع اوروبا. يعني بس اذا تتكلم على الشوارع السريعه بصراحه شوارعهم اوكي. أيوة. سريعه بس اما الشوارع الداخليه شويه غير. ايوه. جميل. طيب ما اعرف يعني اذا في هذه اللحظه الاخيره يعني من المقابله اليوم وائل، ايش النصيحه اللي ممكن تنصحها لكل شخص وده انه يرتحل، وخصوصا يمكن احنا على مشارف القرب من الشتاء، يمكن بيخطط انه مثلا يروح رحله معينه داخل السلطنه وحتى خارج السلطنه؟ والله شوف، موضوع الترحال انا عندي كذا كذا اتجاه، يعني عندي موضوع في الدراجات اهم حاجه انا عندي السيفتي، يعني يجهز اموره في السيفتي وخطته، واهم حاجه في الرحله الصاحب اللي تروح بيه، لانه هو اللي كما يقول هو اللي يرفعك هو اللي ينزلك بالضبط الشخص. موضوع الترحال في السيارات، طبعا الترحال السيارات هنا مفتوح المجال فيه. اهم حاجه انك تختار الوجهه والتجهيزات الصحيحه. ايوه. وتهتم اهم حاجه انك في الرحله انك تستعد تسعد نفسك فيها، تسعد نفسك وتقرا عن المكان اللي انت رايح له. هذا اتوقع انه مجهز له كامل الخطه، يعني ترى هي من ضمن الخطه يكون انت كاري وعارف المكان اللي رايح. بالضبط بالضبط. شكرا لك وائل اليعقوبي رحال عماني على هذه النصائح وايضا على هذه المواقف الطريفه اللي احنا اليوم استمتعنا وياك. جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا. إذن مستمعينا وصلنا وياكم لآخر لحظات برنامج حلقتنا لهذا اليوم. شكر كبير لكل من سمعنا وتابعنا. رسالة وصلتنا يقول: شعور داخلي يحس الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، راحة الضمير والبال. الحمد لله على السعادة اللي نشعر فيها. شكرا لك على هذه الرسالة. أيضا سامي العبدلي: إن شاء الله بكرة راح نشغل الأغنية اللي ودك تسمعها. طيب مستمعينا بكذا تقبلوا تحياتي، كنت وياكم ناخذكم شيماء السيابي في تقديم إخراج إعداد البرنامج، من الكواليس كان وياكم أحمد العزيزي. في أمان الله وحفظ الرحمن.